سلام، اليوم بدي أحكي لكم على الأسماء المعدودة وغير معدودة والارتيكلز اللي هي الأدوات. هلا مثل العربي في أسماء بتنعد بالإنجليزي وأسماء ما بتنعد. مثال عليها، مثلا كلمة، بنفرد كلمة بوك، هاي كلمة بتنعد كتاب، فبروح بحط لها بالإنجليزي، الجمع بالإنجليزي بعرف تعرفه بس للتأكيد، بحطه اس وبصير بعد ما كان عندي كتاب صار عندي كتب، فهاي كلمة بتنعد. لكن عندهم كلمات ما بتنعد، مثل كلمة كافي، كلمة ما بتنعد، كافي اللي هي معناتها قهوة. اوكي، هاي فكرة. هلا في فكرة تانية، انه بدي اقول انا، لنفرض بدي اقول بالانجليزي انا امتلك، وبدي اقول كتب. I have، وبدي اقول كتب ببساطة، هاي بوك، رح حط لها اس بتصير I have books، انا امتلك كتب. بذكركم بالجملة المثالية بعتبرها انا، الكل الطلاب بيعرفوها، اللي هي I love you. هاي الجملة كنت بعتبرها مثالية وقلكن عليها انه الجملة بالانجليزي هي فاعل وفعل وتكملية او مفعول به، نفس الشيء. I have books، انا فاعل فعل اوكي ومفعول به مبدئيا، هون كمان هي مفعول به حاليا. I have books. هلا على كل حال الخلاصة هيك، I have books، انا لدي كتب، جمع ترجمة حرفية، لغة سهلة ان شاء الله. طيب هلا بدي اقول انا لدي كتاب، فشوفوا الشغلة الغريبة، I have، وبروح بحط هون بوك. فهلا هاي الفيديوهات بعملها انا مال الاختصاصيين، هاي بيني وبينكم نوعا ما، المبتدئين وسط نوعا ما، مستوى متوسط. فلنفرض بيسالني صاحب اللغه، اهل اللغه بيسالوني سؤال، بقول لي طيب كم كتاب؟ بقول له كتاب واحد، بقول لي اكتب واحد. طيب شو واحد؟ بدل ما اكتب له 1، في كلمه اشهر من 1 بحطه هيك، اي، هاي اللي بيطلع صوتها هون، I have a book. الجماعة هدول بيقولوا هيك، إذا اسم معدود بروحوا بيقولوا هيك، أغلب الوقت 80% الحكي صح، بكون عم بحكي عموما. أنا أمتلك كتاب واحد، فاللغة العربية لغة بليغة، لا ما بيقولوا، مبين إنه واحد بالنسبة لنا، بالنسبة لهم لا، حدد كم واحد. أنا أمتلك كتاب واحد، بتكون تفكروا إنه هيك بفكروا بهالطريقة، هذا الحكي 80% صح. طيب هلا بدي أقول له شغلة ثانية، هلا بدي أقول له أنا لدي تفاحة. I have تفاحة معناتها apple. طبعا بقول لك كم تفاحة؟ بقول له وحدة. طب حدد وحدة، بدل ما اكتب 1 مفروض انه احط A. هلا انا ما بحط A، بروح بحط N اللي معناتها واحد. شو السبب؟ علمونا ايام مدرسي انه هون مشان ما يلتقوا two vowels، مشان ما يلتقوا حرفين صوتية. طب شو هني vowels؟ الفاولز هني هدول احرف بسموه، في ناس بسموه الاحرف صوتيه vowels، حكيت لكم عنهم فيديوهات قديمه قبل، اللي هن A E I O U، هدول اسمهم vowels. ففي كلمات بدايتهم vowel، مثل apple بدايتها vowel، مشان ما يلتقوا two vowels، مثل هاي الA هي vowel، بروح بحط انا A هون بيلتقوا two vowels، فمشان ما يلتقوا two vowels قالوا انه بتحطوا N اللي معناتها واحد، اللي هي بديل عن. طيب هلا مثال على كلمات بدايتهم vowels، هي رح احط لكم اياهم، بتمنى يكونوا واضحات. هلا كلمات بدايتهم vowels هي، اوكي هي رجعت كتبت لكم هون ال vowels، هدول هن ال vowels A E I O U اللي هن نفسهم هدول، فهدول ال vowels ما بعرف اذا مبينات ولا لا من الاضاءة، بس هدول ال vowels A E I O U ال vowels، وبدي احط لهم شو؟ بدي احط لهم N اللي حكيت لكم عنها، ام عشان ما يلتقوا vowels. مثال على كلمات بدايتهم vowels، انا apple. هلا اذا كان بحال ما بينات ممكن صغر الشاشه، احط لكم اياها بعد شوي، انا apple بدايتها A، an egg اللي معناتها بيضه واحده، فشو حطيت؟ an egg اللي معناتها واحد. مثال على كلمه، طبعا هاي بدايتها E، الابل بدايتها A. طيب على I، اوكي invoice اللي معناتها فاتوره، إذا ما مبين عليكم
invoice. إذا كانت ما بين عليكم هلا بقلب السلايد شوي. invoice بدايتها I an invoice فبقول an invoice فاتورة وحدة فاتورة. orange برتقالة بتعرفوها an orange بدي أقول برتقالة وحدة بقول an orange. an umbrella كلمة بدايتها U umbrella فهي طبقت الفاول هاي كلمات بدايتهم vowels. an umbrella اللي هي مظلة وحدة مظلة. اوكي فهلا هدول هن كلمات مثال على كلمات بدايتهم الفاولز. apple بدايتها A egg بدايتها E invoice بدايتها I orange بدايتها O حطيت قبل رقم واحد مثل ما قلنا اللي هي an وبعدين an umbrella اللي هي مظلة. اوكي فنحن ان شاء الله اتفقنا على هدول كلمات بدايتهم فاولز. فشو بروح بعمل بدي احط رقم واحد بدل ما احط الاي البديل عنها للاي راح احط ان راح احط ان. اوكي فهلا ممكن اصغركم يا انا لحظه انا بدل ما اصغر سلايد احتمال يكون هون الاضاءه افضل فحطيت لكم اياه هون. an apple an egg an invoice هدول اسمهم vowels an orange an umbrella تحسنوا تكتبوهم بعد شوي ان شاء الله. اوكي هلا انا خلصت من شغلي هون اوكي هلا نحن اتفقنا على هاي وبالتالي إذا بدي لنفرض أنا هلا في اسم غير معدود بدي أقول عندي قهوة شو عندك تشرب؟ أنا قلت له عندي قهوة. أنا عندي قهوة بقول له هيك I have coffee. I have coffee أنا لدي قهوة. فمبدئيا كافي شفته لا بنحط لها A معناتها واحد لأنه ما بتنعد ولا بنحط لها S لا هي قهوة ولا هي واحد قهوة مبدئيا. بجوز بالمطعم تلاقوا شيء ثاني بس مبدئيا الكافي بكون قصده كوب من القهوة بس مبدئيا القهوة ما بتنعد ف I have coffee ببساطة شو عندك شربنا؟ أنا لدي قهوة I have coffee اسم غير معدود فاتفقنا على الجمع اتفقنا على ظاهرة بيني وبينكم خلينا نسميها ظاهرة الرقم واحد اللي هي مرة تانية معلش التأكيد اللغة تأكيد أو هيك بحب أنا I have a book و I have رحنا حطينا an apple اوكي قلت لكم وقتها انا امتلك كتاب واحد هدول جماعه بفكروا هيك انا لدي تفاحه واحده بس حطيت ان مشان ما يلتقوا تو فاولز طبعا مشان ما يلتقوا هاي هيك بيقولوا مشان تو فاولز بس انا بلاقيها اسهل اللفظ تقوله انا ابل هذا السبب بعتقد بحط ان ما بحط اي بدل ما تقول ا ابل انا ابل انا ابل تلاقوا صوتها اسهل بعدين لا ملاحظه بليز انه ان دائما موصوله مع الكلمه اللي بتجي بعدها انا ابل ان اورنج دائما كلفظ موصوله أصوات متصلة في فيديو علي عاملكن علي أنا الأصوات المتصلة هلا احنا اتفقنا على هدول ظاهرة الرقم واحد A و N بكون عم بحكي عموما هلا في شغلة تاني احكي لكم عنها استخدام الأداة ذا هدول الجماعة بدنا يقولوا ال لحد كبير ما دائما ال معناتها ذا ذا لشو بستخدمها صراحة سبب رئيسي لاستخدامها كتير بيزبط بتلاقوا بيزبط انه شيء معروف للطرفين مثلا بقول للطلاب انا اشتريت كتاب اوكي شغلة بسيطة I bought a book امبارح اشتريت كتاب اوكي I bought a book كتاب لا على التعيين عموما كتاب كم كتاب واحد عموما هلا بقول لهم مرة جاي بجيب لكم اياه مرة جاي فوت من الصف بقول لهم الطلاب انا معاي الكتاب اي كتاب اللي انتو عارفانين اللي حكيتكن عنه المرة الماضية يعني شيء معروف للطرفين فشو بروح بقول لهم I have انا معاي انا لدي I have the book طب ليه حطيت the هون لانه هذا شيء معروف للطرفين فهي ملاحظة عندكم شيء معروف للطرفين هذا استخدام هذا السبب الرئيسي لاستخدام the طيب ملاحظة تاني كمان
اوكي ملاحظه. اوكي على مستوى بقى اقول لكم، على مستوى اللفظ، على مستوى اللفظ اغلب، لاحظت اغلب متحدثين اللغه بريطان امريكان، وقت اللي بدهم يقولوا على الاغلب الامريكان طبعا، وقت بدهم يقولوا مثلا نرفض بدي اقول كتاب، فعادي كتاب بقول ذا بوك، اللفظ تبع ذا، ذا بوك الكتاب. اوكي بس رحت جبت بدي احط تفاحه بقول ذي ابل، ذي ابل، لفظ ذا كانه بصير ذي. اوكي ما بقول ذا ابل، اغلبهم بحبوا يقولوا ذي ابل، بصير صوتها ذي. ليش؟ لانه في فاول، والفاولز حاط لكم اياها هون، هون انا A E I O U، فبدل ما اقول ذا ابل راح اقول ذي ابل، اغلبهم هيك بقولوا. فبرتقاله بقول ذي اورنج، ما ذا اورنج. هلا شو تفسير المكتوب هون صار؟ articles، articles هني هدول الكلمات اللي هي A معناتها واحد، N معناتها واحد، ذا اللي معناتها ال، هدول بالقواعد اسمهم articles. plurals يعني الاس، شفتوا اغلب الجمع بالانجليزي هو الاس، فهاي المقصود فيها plurals الجموع. countable يعني معدود، uncountable غير معدود، nouns اسماء، كل القواعد دي بيستخدموها المدرسين بس، فالاسماء الغير معدوده والاسماء المعدوده. وصار عندكم فكره عن كل هالشيء اللي حكيت لكم اياه. هون انا عم اقول I bought a book, the book was interesting. مثال يعني بكفيكم هذا المثال، شيء معروف للطرفين. اوكي وشكرا، شكرا على المشاهده.